بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأنا ولله الحمد والمنة بدراسة المنظومة المئية في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن هذه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ينشأ النشأ على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والله في هذه الأيام هناك من يسأل من نبي هذه الأمة، والله لا يعرف الاسم الأول، اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعرفه، ولو تسأل عن لاعب الكرة لتسأل عن كذا وكذا، يعرف لا يعرف شيء عن السيرة، لا يعرف أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، اختيارات، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، الحبشة، المدينة. والله قد لو قال قائل وضع إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للطائف، ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف ورجع، آذوه عليه الصلاة والسلام. أما يكتب بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للحبشة، تسأل بعض الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم نبي أو رسول، يقول نبي. إلى من بعث، يقول إلى قريش. لا أراد الكفار أن نصل إلى هذا، أمة مغيبة إلا من رحم الله، لا تعرف شيء عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نريد نعمل بلا علم، نعمل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بسنتي عليه الصلاة والسلام بلا علم؟ خرج من خرج في مظاهرات عندما سب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس. حق للأمة أن تدافع عن نبيها عليه الصلاة والسلام، لكن ندافع عن نبينا عليه الصلاة والسلام باتباع السنة أو بمخالفة السنة بالخروج في المظاهرات؟ كان من يخرج في المظاهرات يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين. إذن من أولى بأن نصنع مظاهرة عليه إن قلنا بالمظاهرات أنها حق؟ هذا إذن هذه المحبة لابد لها من علامات وأمارات تعرف بها المحبة أنها محبة صدق ومحبة حق. أبو مسعود رضي الله عنه، أبو مسعود ليس ابن مسعود، قال كنت أضرب غلام لي، عبد يضربه، فسمعت صوتا من خلفي يقول لله أقدر عليك من قدرتك على هذا، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من يذكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم كلمة، قال هو حر يا رسول الله. خلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه في الصلاة، خلع عليه. ما انتظر الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة فرغ الصلاة ويسألوه لماذا خلع، خلعوا نعالهم. لم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يصنعها، هل هذه من الواجبات أو من المستحبات؟ لا، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أناس عرفوا بالدهاء، منهم عمرو بن العاص، داهية من دهاة العرب. لكن يقول لو قيل لي صف لي النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه، ما استطعت أن أملأ عيني منه عليه الصلاة والسلام إجلالا له. هؤلاء الصحابة يا أخواننا رضوان الله عليهم
اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. ولهذا قال الشعبي رحمه الله، قال: لو سألت اليهود من خير أصحابكم ما استطاعوا أن يقولوا إلا الذين صاحبوا موسى عليه الصلاة والسلام، ولو سألت النصارى من خير أصحابكم لقالوا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، ولو سألت بعض الناس اليوم من ضل في هذه الأمة وخرج من الدين من شر أصحابكم لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. كذبوا والله. إخواننا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قوم اختارهم لصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا الدين، طبقوا. ولهذا قلنا هذه السيرة ليست فقط حكايات تحكى، لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا بد أن نقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر أثر المحبة، أثر السيرة، أثر دراسة السيرة على سلوكنا. ولهذا أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلني وياكم منهم لديهم أشياء تسمى شعار. ما هو الشعار؟ شعار لأهل السنة. ما هو الشعار؟ أشياء يعرف بها الرجل أنه من أهل السنة أو من المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، محافظة على الصلوات، النصح للأمة، الأدب، أخلاق، كذا، أمور يعرف بها أنه هذا من أهل السنة، هذا معادي، نسأل الله السلامة للسنة. المحبة الصادقة تكون بالاتباع لا بالابتداع، وذكرنا هذا في أول الدرس. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يقول أبو جهل رأس الكفر والضلال، يعرف معنى لا إله إلا الله، وعندنا ممن يدعي الإسلام في هذه الأيام لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمور يجب أن نعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أن من الغزوات الخندق، الأحزاب، هذه الغزوة خوف، برد شديد، اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، اذكروا نعمة الله عليكم، صرفهم الله. بعد هذه الغزوة ما استطاع أحد أن يغزو أهل الإسلام، قدر الله شرعا وقدرا أن بعد هذه لا أحد يغزو، بل النبي صلى الله عليه وسلم غزا هؤلاء وكان بهذا فتح مكة. عند الشدائد ماذا نصنع؟ ماذا صنع العرب؟ أين حكام العرب؟ أين أهل الخليج؟ أين العروبة؟ لا، حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه السيرة تعلم المرء، تعلم العبد ماذا يصنع عند الشدائد، يلتجئ إلى من؟ يلتجئ إلى الله سبحانه. هذه المحبة الحقيقية. نعم، وصلنا عند الأحزاب. نعم، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. نعم، ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما. نعم، كيف صلاة الخوف والقصر نمي؟ صلاة الخوف يقول العلماء رحمهم الله نصلي صلاة الخوف على كل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون أحيانا بحسب موضع الكفار، فإذا كانوا جهة القبلة يصلي جماعة واحدة مع الإمام، وقد تتغير بعض الحركات، لكن جماعة واحدة. سبحان الله، حرب. قد يقول البعض ضرورة، عندنا عذر في ترك جماعة، نصلي جماعتين أو ثلاث جماعات أو أربع جماعات. لا، اجتماع، جماعة واحدة، رب واحد،
نبي واحد عليه الصلاة والسلام، شريعة واحدة، قبلة واحدة، صحيح؟ حتى في الخوف جماعة واحدة. الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد، صح؟ خطأ. إيش يقول؟ إياك نعبد، يعني يا رب نجتمع على عبادتك، نجتمع ولا نفترق، نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه. ما يمكن نفترق أخواننا، ما يمكن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. إذن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يفترق، يجتمع على ماذا؟ على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. نعم. والقصر نمي وآية القصر، ذكرنا أن الصلاة في الحضر كانت أقرت في السفر ركعتين، أي الرباعية، لا يختلط عليك الفجر والمغرب، وزيدت في الحضر. نعم. وآية الحجاب والتيمم، آية الحجاب نزلت، هذا معناه أن الحجاب دين، عبادة وليست بعادة، عبادة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، وتركها عصيان وسفور وفجور، نسأل العافية والسلامة. وهذا الدين الإسلامي جاء بكل خير، كرم المرأة وحفظ لها كل الحقوق، كان ليس لها حقوق، بل اليوم يعني أخرجوها من كل حق لها، حفظوا لها الإسلام وقالوا لها التعليم فرض واجب، واجب حتى ولو بالصين لا تتواني، اخرجي واترك الحجاب واترك كذا واترك كذا. والتيمم، وسبحان الله هذه الذرية، هذه العائلة عائلة مباركة، عائلة من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد عقد لأم المؤمنين عائشة، فقد العقد وأخذ الصحابة يبحثوا عن عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وانتهى الماء ففرضت، نزلت آية التيمم. قال أسيد بن الحضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالوا أنتم عائلة مباركة، بارك الله سبحانه وتعالى فيكم، بسبب فقدان عقد لأم المؤمنين عائشة نزلت آية التيمم، مفهوم؟ أي نعم. فإذا الإنسان فقد الماء أو ما استطاع على استعمال الماء ماذا يصنع؟ يتيمم، رخصة ولله الحمد. نعم. قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني. نعم، الحسن الأول ثم الحسين. نعم. وكان في الخامسة اسمع وثق الإفك في غزو بني المصطلق. هذا ما ذكرنا من قبل، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الطعن في من عندما ذكروا أم المؤمنين عائشة في قصة الإفك، هم ما أرادوا عائشة رضي الله عنها، أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب الناس إليه، في أبي بكر وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأراد الله أن نتعلم ماذا نصنع عند الإشاعات، نقل الكلام. بيت من بيوت الأنصار سمعوا بكلام الناس في من؟ في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال هذا الرجل لزوجته، يعني معنى الكلام، يقول نحن نعتقد أن عائشة رضي الله عنها
أفضل منا، صح أم لا؟ تمام. إذن نحن نعتقد أن أم المؤمنين عائشة أفضل منا. طيب، هل نحن ننزه أنفسنا عن الوقيعة في هذا؟ نعم. إذن أم المؤمنين عائشة من باب أولى منزع عن هذا. ولو كان أحد يقول هذا، أصلاً الذي بعد أن نزل القرآن ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي يرميها بما رباها به أهل الإفك، كفر كفراً أكبر مخرج من الملة. فإذا كنا نحن لا نقع فيه، إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم ما بأولى. صحيح، إشاعات هذه الأيام تسمع وفلان، وتسمع كلام لا نهاية له عن الحكام، عن الأمراء، وصور وأفلام. صحيح، وبعض الناس يتكلم ويتفرج. طيب، هذا لو رفع إلى القضاء، أي واحد من هؤلاء رفع إلى القضاء ماذا يصنع به؟ يجلد المفروض. إذن لو نريد نجلد اليوم، الله أعلم نجلد كثير. إذن عند الإشاعات لا تتكلم، لا تنظر، لا تسمع لهذا الكلام أبدا. الرقبة الآن تسقط بشهادة اثنين، لكن الزنا نسأل الله السلام يثبت بشهادة أربعة. لماذا؟ حافظت هذه الشريعة على ماذا؟ على حقوق، منها العرض. هذا من أغلى ما يملك الإنسان، من أغلى، من تبعيضية، مفهوم؟ أي نعم. فهؤلاء أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، قدحوا في أم المؤمنين عائشة، هم ما أرادوا عائشة رضي الله عنها وحدها، وبرأها الله سبحانه وتعالى. نعم. ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل. نعم. وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنوا لحيان بدء السادسة. ذكرنا هذا في أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. نعم. وبعده استسقاؤه وذو قرد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، صلى صلاة الاستسقاء، حصل أنه قل الماء، فماذا نصنع؟ نستسقي. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحق ما يلحق البشر، ويدعو ويطلب من الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وهل الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت عليه الصلاة والسلام استسقوا أو أتوا إلى قبر عليه الصلاة والسلام؟ ها، نعم. إذن نلتجئ إلى الله، لا نلتجئ إلى الخلق، لا نلتجئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، من باب أولى. نعم. وصد عن عمرته لما قصد. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، هذا أمر معروف باتفاق العلماء، هذا الذي نعرف، غير هذه الحجة لا نعرفها. طيب، لماذا سميت بحجة الوداع؟ لأن هذه الحجة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها خذوا عني مناسككم، وكان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت بحجة الوداع كالمودع لهم، لأنه بعد الحج عليه الصلاة والسلام مرض ثم توفي. أما اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم فاعتمر أربع مرات، أربع مرات كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة. منها هذه العمرة التي تسمى بالحديبية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل فتح مكة وأرادوا الاعتمار، وصدهم أهل مكة، منعتهم الحمية، حمية الجاهلية والعصبية. سميت هذه العمرة، عمرة الحديبية، سميت غزوة الحديبية. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه دخل مكة، ثم جاءت إشاعات بمقتل عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم: من يبايع على الموت، يبايع على الموت، يعني لا فرار،
فبايع الصحابة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه عن عثمان رضي الله عنه، إذن بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة لعثمان رضي الله عنه، ولهذا سميت غزوة الحديبية. حصل ما حصل من التفاوض مع قريش وكتبوا الشروط، وكان فيها قد يقول قائل أن فيها شيء على المسلمين. عمر رضي الله عنه غضب، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى من؟ لم يذهب لأحد، لأنه عرف فضل أبو بكر رضي الله عنه، فجاء إلى أبو بكر رضي الله عنه قال إنه رسول الله فاستمسك بغرزه، الخطوة التي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم ضع مثلها. ثم كان كل الخير في هذا الصلح للمسلمين. لماذا؟ هيئت أسباب الدعوة وبدأ الناس يدخلوا في دين الله أفواجا، مفهوم؟ أي نعم. قال وبيعة الرضوان أول، هذه هي بيعة الرضوان، تسمى بيعة الرضوان لأن الله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء، ولن يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، مفهوم؟ أهل بيعة الرضوان رضوان الله عليهم. عندنا أناس شهد لهم الله وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد لهم بالجنة بأعيانهم، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر صحيح، العشر مبشرين بالجنة، أمهات المؤمنين، ثابت بن قيس بن شماس، المرأة التي يعني كل من شهد له الله وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه نشهد له بعينه أنه في الجنة، وإلا في العموم كل الصحابة في الجنة وكلا وعد الله الحسنى. نعم. وبنى فيها بريحانة هذا بينا. نعم. وفرض الحج بخلف فاسمعه. الصحيح والله أعلم أن الحج فرض في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم على الفور في السنة العاشرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق على الحج، وأذن في الناس بألا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، وهدمت الأصنام، وهيئت مكة لدخول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار كانوا يطوفون عراة إلا أهل مكة، والذي يريد أنه لا يطوف عريان يستعير ثوب من ثياب أهل مكة، جاهلية كفر وضلال، ويصنع ما يصنع من تغيير عبادات وكذا. نعم. وكان فتح خيبر في السابعة. نعم، فتح خيبر أخواننا، هذا الأمر يعني خيبر، خروج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى خيبر، خيبر كنوز، أموال، مزارع، أراضي، فهم لو يقولوا لك اليوم هنا عندنا نعطيك في الفروانية أو كذا قطعة 600 متر، ها إيش تصنع؟ جهاد يعني ماذا؟ قتل، حرب، جوع، نعم، لأنهم طبخوا الحمر الأهلية أكرمكم الله الحمير، يعني لو كان عندهم من الطيبات الغنم ولا البقر ولا الإبل ما طبخوا الحمر الأهلية، وباع علي رضي الله عنه به رمد، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر يفتح الله على يده، يعني فتح خيبر غدا، والله ما التفت الصحابة إلى هذا، لا غنيمة، ما خرجوا لأجل المال، ما أرادوا هذه الغنيمة ولا غيرها، فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجون يعطاها، يعطى ماذا؟ أرض؟ مال؟ ما التفتوا إلى هذا، ما التفتوا إلى الغنيمة، يعطى ماذا؟ رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده. فقال أين علي؟ ما اعترض واحد من الصحابة رضوان الله عليه، ما قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن تعبنا ودعونا، علي مريض عنده عذر اعطني إياها أنا أو فلان أو فلان، لا، اعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك لم يكن لأسر، آمنوا بالقضاء القدر، رضوا، ما اعترض واحد منهم.
رضوان الله عليه. نعم. وحظر لحم الحمر الأهلية في خيبر حرمت الحمر الأهلية، ومتعة وكذلك المتعة، نكاح المتعة حرم في هذه في هذا الزمن، في هذا الوقت، في وقت خيبر. نعم. ومتعة النساء الردية. نعم. ثم على أم حبيبة عقد. نعم. ومهرها عنه النجاشي نقد. نعم. وسم في شاة بها هدية. هذه اليهودية وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم وهدته شاة، وضعت السم في الشاة. نعم. ثم اصطفى صفية صفية. نعم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها. نعم. ثم أتت ومن بقى مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة. ثم أتت ومن بقى مهاجرا. نعم، هذا يعني أتى من بقي من المهاجرين من النجاشي، وكان معهم جعفر. نعم. وعقد ميمونة. وعقد ميمونة. نعم. كان الآخرة. آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة. نعم. هي آخر من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقبل إسلام أبي هريرة. نعم. وبعد عمرة القضاء الشهيرة. هذه عمرة، العمرة هذه ليست قضاء للعمرة الأولى، وإنما هي العمرة التي قاض النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة عليها، مفهوم؟ هذه ليست عمرة تقضي العمرة الأولى قضاء، لا، إنما التي قاض النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة واتفق معهم عليها أنه يأتي في العام التالي. نعم. والرسل في المحرم المحرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكتب إلى الملوك. نعم. أرسلهم إلى الملوك فاعلمي. نعم. وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية. نعم، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم مارية. نعم، وقلنا أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان من مارية. نعم. لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. فتح البلد الحرام، فتح مكة، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أحل هذا البلد الحرام للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. نعم، يوم حنين، وهذه كانت حنين هو وادي بين مكة والطائف. نعم. وبعد في ذي القعدة اعتماره. نعم. من الجعرانة واستقراره. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كل عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذو القعدة. نعم. ابن القيم رحمه الله يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأزمان والأوقات، ويقول أنا أستخير الله، أي ابن القيم يقول أنا أستخير الله، أيهما أفضل، عمر في رمضان أو في ذو القعدة؟ وقال من كان لديه زيادة علم فليأتني به. إذا تردد ابن القيم رحمه الله تعالى في أيهما أفضل، عمرة في ذو القعدة أو في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى يبلغني وإياكم. فالإنسان إذا استطاع أن يعتمر في ذو القعدة، استطاع أن يعتمر في رمضان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا تيسر الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة اغتنمها، لأنه قد يحول الله سبحانه وتعالى بينك وبين الطاعة وما تستطيع تغتنمها، مفهوم؟ ويقول ابن القيم هذا كثير رحمه الله، أن أبواب الطاعة إذا فتحت الإنسان وما اغتنمها أغلقت وما استطاع أن يغتنم. نعم. وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. نعم، قلنا إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. وقلنا نعم، يعني أي سودة، يعني باقية في الحياة لم تمت، وأرادت أن
تكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ويموت عنها ولا يطلقها. نعم. وضحت بأغلى ما يعني يظن النساء الغيرة، وضحت بهذا من أجل الآخرة. نعم. وعمل المنبر غير مختف. عندنا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على جذع، ثم امرأة من الأنصار كان لديها غلام وأمرت هذا الغلام أن يصنع منبر للنبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وإذا بالصحابة يسمع بكاء الجذع، يبكي على النبي صلى الله عليه وسلم، يحن. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: عجبا، جذع جماد لا يتكلم، ولا يعني قد يقول البعض انه لا قد يسبح، نعم يسبح لكن بالتسبيح لا نعرفه. يقول: جذع يحن للنبي صلى الله عليه وسلم، وعجبا ان بعض بني ادم لا يحن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحن لسماع ما كان يعني يقول عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن الجذع حتى سكت. هذه آية من آيات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحج عتاب بأهل الموقف. الحج منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يكون عليه أمير حتى يعلم الناس، يرشد الناس، لا أحد يخرج من عرفات قبل غروب الشمس وهكذا. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم العام التاسع يسمى هذا العام بعام الوفود، قدم الوفود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حج هذا العام، لأن الوفود كثروا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير مكة من العراة ومن أهل الشرك، أنه لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. نعم. ثم حج عن النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا على الفور، في السنة العاشرة. ثم بعدها عندما تم للنبي صلى الله عليه وسلم 63 عام توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم تبوك قد غزا في التاسعة. نعم. وهد مسجد الضرار رافعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك وحصل ما حصل فيها من تخلف أهل النفاق والثلاثة الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، صدقهم الله ونزلت آيات تتلى إلى يوم القيامة في براءتهم، حصل أن أهل النفاق بنوا مسجد، هذا المسجد ضرار، بني من أجل الكفر والتفريق والإرصاد والمحاربة، كفر تقرير الكفر، إرصاد ومحاربة ومضارة. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، فنهاه الله لا تقم فيه أبدا. إذن كل مسجد بني من أجل المضارة والكفر والتفريق والإرصاد والمحاربة هذا والله لا نقوم فيه، وكل مسجد بني على التقوى نقوم فيه. إتلاف المال، هل يجوز إتلاف المال؟ يعني تأخذ مثلا شيء من أموالك أو تأخذ السيارة تحرقها أو الجوال تكسره؟ لا. لكن يقول الفقهاء رحمهم الله إذا كان الإتلاف للمال لمصلحة راجحة يصح إتلف، والدليل أدلة منها هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يطرد من في هذا المسجد من المنافقين ويعين رجل من الصحابة مثل معاذ رضي الله عنه ويصبح مسجد أسس على التقوى، لا ما يصلح هذا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وحرقه. إتلاف للمال نعم لمصلحة راجحة، لأنه قد يتذكر بعض الناس في هذه الأيام ماذا؟ مسجد ضرار. كما هذه الأيام هناك أناس عندنا أرادوا أن يبعثوا أمور مضت وانتهت، مثل ما بنى أهل اليمن، أرادوا أن يصدوا الناس عن مكة وبنوا شيء مثل الكعبة مثلا، بعض الناس يبعث،
بعض الناس يبعث الأمور التي كان عليها الفراعنة، قالوا عندنا عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، من أين لكم؟ قال هذا كان يحتفل بها للفراعنة. طب إحنا نعيد هذه الأشياء التي مضت وانتهت؟ ما يمكن. من أين لنا؟ من السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مفهوم إخواننا؟ هذه السيرة تبين لنا إذا إتلاف المال إذا كان لمصلحة راجحة يصح ولا يصح؟ يصح. والدليل مس الضرار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وحرقه. نعم. وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة. أبو بكر قلنا رضي الله عنه حج بالناس، ونعم قال وثم تلا براءة علي وحتم. نعم، حتم أنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل مكة أحد من أهل الشرك. نعم. ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعل. نعم، بأمر فعل، يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاءت الوفود فيها تترى. قلنا هذا العام يسمى العام التاسع، عام الوفود. نعم. هذا ومن نساه آلى شهرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام، يعني أقسم بأن لا يطأ أحد من نسائه. نعم، شهرا. نعم. ثم النجاشي نعى وصلى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أصحمه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضيلة هذا الرجل، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. نعم. وصلى عليه من طيبة نال الفضل. ومات إبراهيم في العام الأخير. نعم، وانكسفت الشمس في هذا اليوم، وقال بعض الناس أن انكسفت لموت إبراهيم رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ولا يمكن أننا نصنع ما يصنع اليوم الناس مما يقول البعض أنه يحدث كذا كذا، أو مثلا يقول على الكسوف والخسوف أنها حوادث طبيعية، ويخرج الناس للتصوير. يعني قبل أيام حصل هذا عندكم مثلا هنا في الكويت. المفروض أن نلتجئ ونصلي، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والاستغفار والصدقة حتى يكشف الله سبحانه وتعالى ما نزل هذا الذي نزل. أما أننا يعني نخرج للتصوير وما سمعتم وهذا لا يمكن يتكرر ويصبح اللون كذا، الصلاة والسلام. إخواننا، هذه السيرة، إحنا نريد بدراستنا للسيرة العمل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أرادوا إخراجنا عن هذه السيرة بما ترى وتسمع في هذه الأيام. نعم. والبجلي أسلم واسمه جرير. نعم، جرير بن عبد الله البجلي أسلم. نعم. وحج حجة الوداع قارنا. وقلنا أن سميت بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها كالمودع، ولم يعني يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلا هذه المرة، هذا الذي ثبت. نعم، ودع الناس، ثم بعد أن رجع من الحج عليه الصلاة والسلام مريض المرض الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. في هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم أنواع النسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. كان عليه الصلاة والسلام قارن. طيب، وفي هذا العام وافق يوم عرفة يوم الجمعة، وفي هذا اليوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. قال كعب الأحبار لعمر رضي الله عنه، قال: آية في كتاب الله نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. آية عظيمة، يقول لو على اليهود نزلت جعلنا هذا اليوم يوم عيد. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه كان يقول له: أبشر، يعني نزلت عندنا في يوم عيد، بل عيد وعيد، عيد عرفة وعيد الجمعة الأسبوعي. قال: قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم الجمعة. نعم. فهذا الدين كمل، لا يستطيع
أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيء قليل أو كثير. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: من زعم، يعني كاذب، والله كاذب، الزعم هذا دليل الكذب والبهتان، من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة، لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، يراها حسنة فقد زعم أن محمداً عليه الصلاة والسلام خان الأمانة، كفر أكبر. قال: اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يصلح اليوم أن يكون دينا، انتهى، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا. نعم، عليه الصلاة والسلام. وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده. ماتت ريحانة ثم بقي أمهات المؤمنين بعد موته عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم. نعم نعم. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاثة والستين. نعم، توفي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين بعد أن تم له 63 سنة عليه الصلاة والسلام. والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل نبي يقبض يدفن حيث قبض، وهو عليه الصلاة والسلام عندما مرض استأذن في أن يبقى في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومات في يومها في حجرها، وآخر شيء كان ريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا في فضيلة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودفن في حجرة عائشة. وقطعا الحجرة كانت خارج المسجد النبوي، لأن الذي بنى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات كانت خارج، وعندما مات الحجرات كانت خارج المسجد. إدخال الحجرات إلى المسجد كان بعد أن مات أكثر الصحابة في آخر عهد الصحابة، وأنكر من بقي من الصحابة رضي الله عليهم، وأنكر من كان من التابعين منهم سعيد بن المسيب رحمه الله. فدفن عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم بعد هذا دفن أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد هذا استأذن عمر في أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فأم المؤمنين عائشة آثرته بهذا المكان، وهذا فيه أنه يصح الإيثار في المستحبات إذا كان هناك تقديم وتأخير، لأن عمر رضي الله عنه تعرف عائشة رضي الله عنها فضل عمر، وبهذا كانت الصحبة في الدنيا وكذلك في القبر، وهذا فيه فضل لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الموضع بعد أن دفن عمر رضي الله عنه أغلقت هذه الغرفة، لا أحد يرى تربة القبر، فهذا الكلام الذي تسمع هذا كذب وافتراء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، محاط القبر بجدران ثلاثة، لا أحد يستطيع أن يرى تربة القبر، بيننا وبين القبر أكثر من ثلاثة جدران. هذا تسمع كذب. دفن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى. نعم، فاطمة رضي الله عنها عندما سألت رأت الصحابة رجعوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لهم: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا الثراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قال: ومدة التمريض
مدة التمريض يعني المدة التي مريض فيها النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها على قولين على ما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ومدة التمريض خمس شهر وقيل خمس بل الشهر، الشهر 30 يوم، إذا قسمنا على 5 يخرج الناتج 6، 6 زائد 6 هذا 15 شهر، يعني 12 يوم. نعم. أو وقيل بل ثلث وخمس فدري، ثلث الشهر 10 وخمس يعني 16، 6 و10 16، هذا على قول. نعم. وتمت الأرجوزة، يقول تمت بحمد الله وفضله، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤلف وعلينا أن هذه الأرجوزة تمت في هذه الليلة. نعم. وتمت الأرجوزة المائية، المائية يعني من 100 بيت. نعم. في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. نعم. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع على دينه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حقا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، متعلمين عاملين داعين إلى سنة عليه الصلاة والسلام، وأسأله سبحانه وتعالى نزل خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس العلمية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.